الأولمبيكس إيجيبت. الثانية جهاز الحركات الأرضية للسيدات يمثل الأولمبياد الخاص مصر دينا سليمان. الأطفال أهم نعمة في الحياة، واللي اتحرم منهم حياته بتكون ناقصها حاجات كتير. بس لما يجيلك طفل بظروف خاصة بيتحول الموضوع من متعة لعب، اختبار صعب من ربنا. كتير من الأهالي بتفشل فيه، بس رندا كأم قبلت التحدي وقررت تحقق النجاح من قلب معاناتها. اتعاملت مع دينا زي أي طفل عادي، وصلت بيها لبطولات عالم، وأخيراً قررت تكون أم لكل الأولاد اللي في ظروف دينا، وقررت تحقق معاهم نفس النجاح. أنا كنت شخص عادي جدا زي كل الأمهات. أول ما خلفت بنتي الأولانية كانت عادية طبيعية، ما كنتش بفكر خالص في حتة ذوي القدرات الخاصة دي نهائي. ممكن كنت أشوفهم في التلفزيون ما يلفتوش نظري، يعني كنت أشوفهم في التلفزيون في بعض البرامج كانوا يصعبوا عليا، بس ما كنتش أبقى مركزة. يعني لما جبت دينا تاني بيبي ليا، واتفاجئت طبعا بالحالة بتاعتها بعد الولادة. لما جيت ولدت دينا وقالوا لي ان هي كده، طبعا كانت صدمة. يعني كان كل الشريط اللي بيدور في دماغي اللي انا كنت بشوفه في التلفزيون مع الولاد اللي كانوا بيطلعوا يطبطبوا عليهم، والولاد اللي بيعلمهم لسه يربطوا الزرار وازاي يربطوا الشوز بتاعتهم وازاي يطلعوا يقولوا ماما يا حلوة، والكلام البسيط ده اللي هو ازاي هم عايشين كده. يعني الشريط ده بدأ يدور في دماغي اول ما الدكتور قال لي ان هي داون سيندروم، من اصحاب متلازمة داون. اللي عرفته ان هم عندهم تفاوت في الذكاء وتفاوت في القدرات وتفاوت في المهارات، وكنت بدعي ربنا ان هي تبقى حالتها كويسة وان ذكائها يبقى مقبول وان هي تندمج في المجتمع وان المجتمع يتقبلها وانها ما تبقاش بالحالة اللي كانت في مخي اللي كنت بشوفه في التلفزيون لما كانوا بيطلعوا حالتهم متدهورة بالحالة دي. كنتش عايزة ان اي حد يشوفها تصعب عليه، او اي حد يشوفها ينفر منها، او اي حد يشوفها يبعد عنها. لا، مش يعني عايزه بقى اشتغل على حاجه تانية خالص، ان الناس تبقى هي اللي عايزه تبقى معاها، والناس اللي تبقى عايزه تكلمها، والناس اللي تبقى مبهوره بنشاطها ومبهوره بتفوقها وتقدمها، ومع دعوات ربنا ان هي تبقى البشر والخلق والناس حابينها، ما يبقوش نافرين منها. حضرتك مع اختها وتعامل مع البنتين مع بعض كان ازاي؟ والله اختها، هما الفرق ما بينهم حوالي سنتين. اختها كانها امها التانية، يعني من ساعه ما جت دينا وهي متحمله معانا المسؤوليه
من وهي صغيرة. آية أختها شالتها كأنها أم تانية، يعني أنا حتى أنا لو مش موجودة آية عارفة أن دينا عندها تمارين، دينا عندها شغل، دينا عندها ده التزام في حياتها. بس طبعا معاملة كانت بتختلف من يعني معاملة حضرتك لآية غير دينا. لا لا، أنا عمري ما يعني دينا بتتعامل زي أي طفل طبيعي، ما 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 يعني حتة ان هي حرام غلبانة ومخها على قدها، ولا حرام غلبانة اصلها ما تقدرش حرام، لا 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 لا، ما عندناش الكلام ده. دينا كانت بتعامل نفس المعاملة بتاعتهم، نفس الحقوق، نفس الواجبات، نفس الحاجات. ممكن انا عايزة اشرب، قومي يا دينا جيبي لي كوبايه ميه، مش لازم اقول لآية. بتعامل نفس معاملة اخواتها الطبيعيين، وبالتالي هي طلعت مش حاسة فرق ما بينها وما بينهم. خليها تتعلم رياضة. الرياضة من وهي عندها 3 سنين، احنا عندنا كده في الرياضة بنبدأ نمارس كذا حاجة لغاية ما نشوف احنا متفوقين في ايه. بدأت بألعاب القوة والجري والوزب والجلة والحاجات اللي هي دايما كل اللاعبين عندنا بيبدأوا بيها. بدأنا الدرجة بقى الأصعب شوية لما لقيت ان طب في سباحة، طب ما انا اجرب السباحة، وهي اصلا كانت بتحب المية وتنزل البحر وتنزل البسين وما عندهاش مشاكل في النقطة دي. بدأت أعلمها سباحة خطوة خطوة كده مع مدرب، وبدأت أخش بيها بطولات. حتى كان النادي عندنا لسه مش مدخل السباحة، يعني كلاعب السباحة لذوي القدرات الخاصة ما كانتش لسه موجودة في النادي، لكن كان موجود ألعاب القوة، كان موجود تنس الطاولة. فبدأت أعلمها أنا مع مدرب خاص بيها لغاية ما اتعلمت ونزلت بيها أول بطولة، والنادي بدأ يكون بعد كده فريق للسباحة لذوي القدرات الخاصة بناء على النتائج اللي كانت حققتها دينا. وكانت بتلعب برضو بجانب السباحة تنس طاولة. الحمد لله دينا كانت بتتميز في أي لعبة بتدخل فيها، يعني حتى تنس الطاولة كانت بطلة جمهورية وكانت بتجيب أول وكانت متفوقة جدا، بس وكانت وفي السباحة كذلك وفي الباسكت كذلك. ولكن جاء النتيجة للقوانين بتاعت الرياضة فرضوا علينا ان احنا نلعب لعبة واحدة، فبقينا قدامنا يا اما نختار ما بين تنس الطاوله يا اما السباحه. وكانت هي وقتها متفوقه في السباحه، لها لعبه فرديه واحده فاخترنا السباحه، وكان لها لعبه جماعيه اخترنا الباسكت. ومؤخرا من حوالي 5 سنين الاخيره دي لقينا ان في جمباز، وهي بتحب حته الفنون والرقص على الموسيقى والحاجات دي، وتفوقت برضو في الباليه كفنون. بدأت أمرنها جمباز بجانب السباحة. السباحة شغالة طبعا، دي ما فيهاش توقف، والحمد لله حققت نتائج حلوة وسافرت بطولة إقليمية وحققت فيها 4 ميداليات ذهب، ولسه راجعة من بطولة العالم في أبو ظبي للأولمبيات الخاصة في الجمباز، وجايبة 4 برونز وواحدة فضة. طب والتعليم؟ التعليم وقت ما دينا عندها حوالي دخلة في 23 سنة، وقت ما كان يعني سن التعليم 4-5 سنين، حاولت أدخلها ما كانش فيه حتة الدمج دي، ولا كان فيه التعليم العادي لذوي القدرات الخاصة. دلوقتي العملية سهلة ومتاحة وبيخشوا يتعلموا كل حاجة. هي دخلت مدرسة مركز تبع مدرسة راهبات، وكان المركز ده خاص بذوي القدرات الخاصة، بيديهم بيتعلموا القراية والكتابة وتعديل سلوك وتنمية مهارات وتخاطب، الحاجات الخاصة بيهم. حتة الشهادات بقى والابتدائية والإعدادية والثانوية والكلام ده ما كانش متاح ليها بالنسبة لسنها. ده الكلام ده ظهر بعد دينا مثلا الجيل اللي بعدها بحوالي 10 سنين. بعدها بقى بدأت نهضة ان احنا نعمل دمج، ان ليه ما يخشوش مدارس، ليه ما يتعلموش، ليه ما ياخدوش شهادات. وده دلوقتي بقى ده العادي، يعني بقى الغريب ان هما ما يتعلموش.
حضرتك عندك مركز رياضي. انا بعد ما تجربتي مع دينا وصلنا لغايه اخر حاجه في المدرسه، بيقعدوهم لغايه حوالي 18 سنه كده وبعدين اتخرجت. يعني هي المدرسه في السن ده بتخرج خلاص. قعدت افكر طب وبعدين، يعني بعد المدرسه لا هي ليها جامعه ولا هي ليها اي حاجه تانية تقدر تروحها، طب ليه ما يبقاش في مكان خاص بيهم غير النادي؟ يعني النادي بيروحوا يتمرنوا التمرين ويمشوا، ليه ما فيش مكان اجتماعي يجمعهم يقعدوا يلعبوا يرسموا يلونوا يمارسوا فنون يمارسوا انشطه تانية يقابلوا بعض؟ ليه ما يبقى لهمش مجتمع تاني غير المدرسه؟ فبدات افكر في ان انا اعمل المؤسسه، مؤسسه وسيله. الكلام ده من حوالي 4 سنين مثلا، فكرت ان انا اعمل مجتمع تاني ليهم يعيشوا فيه غير المدرسه، بما ان المدرسه بتخرجهم حتى لو بيدرسوا في التعليم الطبيعي ممكن ما يكملش جامعه مثلا، هيخلص في ثانوي، طب بعد كده هيعمل ايه؟ بيلعب رياضه، ماشي بيلعب رياضه، بس فين الحياه بقى؟ فين المجتمع؟ فين ان انا اقابل اصحابي اقعد العب معاهم اقعد اتكلم معاهم اقعد ارسم اقعد امارس فنون امارس انشطه رياضيه؟ ليه لا؟ وفي ناس مش مشتركين في نوادي، ليه ما يمارسوش نشاط رياضي؟ مش لازم ابقى عضوه في نادي وابقى دافع اشتراك قد كده، في ناس ما عندهمش الامكانيه دي. فاحنا وفرنا لهم هنا اللي احنا قادرين عليه، وفرنا لهم تنس الطاوله وعاملين مكان مخصص ليها، اشتركنا في الاتحاد الرياضي وبنشترك في بطولات الاولمبيات الخاص. الجمباز اول جهه كانت بتمارس الجمباز وبتعلم الجمباز عندنا في المؤسسه، واشتركنا بيهم وطبعا طلعنا بطولات اقليميه وبطولات عالميه باسم المؤسسه. عملنا حاجه برضو اول حد يعملها، الباليه كفن للولاد ذوي القدرات الخاصه، محدش كان عملها في مصر نهائي. بعد كده بداوا عملوا كلاس في اكاديميه الفنون في القاهره الباليه، بعد ما شافوا ان ولادنا بيعملوا كده. اختيار حضرتك للمدربين بيكون على اساس ايه؟ والله بصي، المدربين طبعا احنا مثلا بنعمل اعلان ان احنا عايزين مدربين، اصلا ما بيتقدمش الا اللي عنده القدره ان هو يتعامل معاهم، دي من نمبر 1. هو مش، لو هو ما عندوش القدره دي مش هيقدم، لان يعني هو عارف انه هيجي يدرب ذوي قدرات خاصه. احنا بنجرب في الاول طبعا، زي مثلا انا عايزه مدربه جمباز لازم تبقى ده تخصصها، لازم تبقى جمباز، وبنشوف بقى هي بتتعامل مع الاولاد ازاي. هي الفكره كلها في التحمل، يعني انا عندي مهاره ان انا ادرب، بجانب مهاره التدريب دي ان انا عندي تحمل ان انا اعيد الحاجه كذا مره. مصر اول بلد تمارس الجمباز في الدول العربيه، وكسبت وحققت ميداليات والحمد لله، ولادنا من ولاد وسيله هم اللي راحوا، وهم اللي راحوا مثلوا في الجمباز في العالم وفي الاقليميه. الباليه البلد الوحيده مصر، وولادنا ولاد وسيله هم اللي بيطلعوا يرقصوا باليه، محدش في الدول العربيه نهائي يعرف الكلام ده، ولا جمباز ولا باليه، محدش بيمارس الموضوع ده، كلها دول اجنبيه طبعا هم عندهم المواضيع دي من زمان وبيمارسوها من زمان، وهم هناك ما بيفرقوش في اي تعامل وفي اي نشاط ما بينه وما بين السوي الشخص العادي. حضرتك بقى في موضوع خطوبة دينا، طبعا مش اي ام في ظروف حضرتك تاخد خطوة زي دي، حضرتك عملت كده ازاي؟ والله ما انا عملت كده لان انا بعملها انها طبيعية برضو. هم عندهم احتياجات زي اي شخص، فليه هم عليهم حجر في الموضوع ده؟ لا بالعكس حقهم. وعايزة اقول لحضرتك حاجة، ان الموضوع ده فرق فعلا جامد بالنسبة لدينا وبالنسبه لخطيبها محمود كنفسيا. يعني هما بيعيشوا فتره مراهقه وبيعيشوا فترات حب وعايزين يحبوا وعايزين يتحبوا وعايزين يبقوا زيهم زي اللي بيشوفوهم بيتجوزوا وبيتخطبوا، ليه احنا لا؟ وليه هما زي اي شخص عادي؟
فحتة الخطوبة اللي حصلت ما بين دينا ومحمود زي أي شخص سوي، احنا مش شايفين ان هما مختلفين عن العاديين، ليه لأ؟ بما ان هما نفس الجنس ونفس النوع وان هما مشاعرهم واحدة وحاسين ببعض وقادرين يتفاهموا مع بعض، ليه لأ؟ فرقت كتير قوي، لان انا لقيت ان اللي قد دينا في السن اللي هما ما حصلش ارتباط ما بينهم وما بين اي حد عندهم حاجة نفسية مش سوية، عندهم نقص، في حاجة مش متغذية عندهم وبيدوروا، يعني هم على طول فكرهم بيدور على الشريك اللي هم مش لاقيينه. دي الحتة دي احنا متعالجة عندنا بقى، يعني خلاص انا ما يعني يمكن قبل ما دينا تتخطب كان في نقطة ايه، يا ماما انا عايزة اتجوز، عايزة اتخطب، عايزة اعيش، عايزة لا دلوقتي خلاص النقطة دي انتهت، لكن بلاقيها في زمايلها اللي هم ما حققوش النقطة دي، ما ارتبطوش وعايزين يرتبطوا، كل هدفهم وكل تفكيرهم مشغول بان احنا عايزين نرتبط، ان احنا عايزين نلاقي اللي يحبنا ونحبه ونعيش حياة عادية. فانا بالنسبة لي الخطوة دي ما كانتش صعبة ابدا، بالعكس يعني ما حسيتش المسؤولية مثلا هتزيد. هي مسؤولية وكده كده احنا علينا مسؤولية دينا، فانا ما كانش بالنسبة لي فارق مسؤولية دينا، مسؤولية دينا ومحمود مش فارقة، خلاص احنا خلاص تكيفنا مع الوضع، وبقى بالنسبة لنا مشكلة ان في طفل من ذوي القدرات الخاصة في الاسرة ما هوش بيمثل لنا مشكلة. خافوا